Today I'm going to discuss the renal pathology, spectrum, and systemic lupus erythematosus. I think all of us know well that the pathology in systemic lupus include immune complex deposition, lupus nephritis, and we are aware by WHO classifications, but the spectrum of pathology affection in kidney is more extended than that. So the kidneys are affected in the glomeruli through the immune complex glomerulonephritis, as all of us know. But بوسي immunity is shocky. يعني أول ما سمعنا إن لوبس ويبقى فيه بوسي immune معناها إن أجي أعمل بايوبسي ما لقاش immune complex موجودة. ده كان بالنسبة لنا strange لما قرينا هذا الكلام من تقريبا 8 سنين أو حاجة زي كده. فالبوسي immune موجود وممكن يبقى بودو سايتوباسي ممكن يبقى جايب رابط بجروسيف كوليمفرايتس. So this is the sector of glomerular affection. اللوبس ممكن يبقى affected الميمبران بتاع التوبل انترستيشن يبقى توبل انترستيشن انفلاميشن ممكن يبقى فاسكولار والفاسكولار ده يتراوح من فوسفوليبيد نفروباسي وانا هشرحه بالتفصيل الى انفلاميشن فيزل فاسكولايتس او حتى فين ثرومبوزس. As you see يعني زي ما انتم شايفين كده السبيكتروم واسع جدا وممكن اي جزء من الكدني يبقى affected. Regarding the abbreviated International Society of Nephrology and Renal Pathology Society Classification ده اللي اتنشر اللي من سنة 2003 واحنا ماشيين عليها عندنا 6 classes. class 1 معناها minimum change lupus nephritis في الغالب العيان ده ما فيش اي clinical presentation للكيدني ممكن يبقى trace proteinuria وهاجي اعمل بايوبسي هلاقي لايت ميكروسكوب ما فيش فيه اي abnormalities وطبعا انا هقول الكلام ده بالتفصيل بعد كده. class 2 ده هلاقي mesangial proliferative lupus nephritis. class 3 focal lupus nephritis focal means اقل من 50% من الجلوميرولاي affected. class 4 اكتر من 50% يبقى diffuse lupus nephritis proliferative. وكلاس 3 و4 هم الموست كومن كلاسز بنشوفها في عينين اللوبس اللي بنتابعهم. class 5 membranous lupus. class 6 advanced sclerosing lupus nephritis. طيب لو جينا نبص للسلايد دي السلايد ديت من اب تو ديت لو جينا نشوف هنلاقي الكابيلز كلها نورمال الكابيلز كلها بيتنس الميزانجل سيل عباره عن 1 رو من الخلايا يبقى ده برنسبل اوف لايت مايكروسكوب والتوبولار بريزم برين ديلينيتد ويل ان ذا بي اس سيستم يبقى انا كده بتعامل مع نورمال جلوميرولوس يبقى ده كلاس 1. طب اقول عليها كلاس 1 ليه ما اقولش نورمال؟ لان ممكن لو عملت ايمين فلوريسنس مايكروسكوبي الاقي بعض الايه الايمين فلوريسنس. ده كلاس 2 بقى الميزانجم بقى يبقى وايدند هنا اهوت وبقى يبقى فيه مينيمال بروليفريشن يمكن دي واضحه قوي اهيت ميزانجل سيكنينج ده من اب تو ديت برضه لايت مايكروجراف شوينج ميزانجل بروليفريشن زي عامله زي صوره الاي جي نفروباسي ميزانجل ثيكنينج وبروليفريشن لكن لو جيت اعمل اميون فلورس مايكروسكوبي هلاقي الحاجات بتاعت اللوبس الاي جي وخلافه ده برضه نفس الكلام بالسيلفر ميزانجل سيكنينج والاي جي ديبوزيشن واضح فده كلاس 2 يبقى كلاس 2 الدياجنوز بتاعه بيزد على الميزانجل المورفولوجي اللي بين فلايت تشينج فلايت مايكروسكوب اكزامينشن ميزانجل والايمين فلورسنس الاي جي جي. كلاس 1 ده مش لايت تشين مش لايت مايكروسكوب اكزامينشن ده ايمين فلورسنس مايكروسكوب دياجنوزس. اجين ده كلاس 2 برضه ميزانجل سيكنينج وعندي اي جي جي ديبوزيشن. قبل ما اقول كلاس 3 و4 استعرض الاول من منظور الباثولوجيست انا بدور على ايه علشان عليه اكتيف او كرونيك. ده طبعا من شغل الدكتوره فاطمه الحسيني هنا لو احنا لاحظنا هنا ايه انا بقول ده اكتيف ليجن اكتيف ليه اعطي له حرف ايه يبقى انا عندي ايه اكتيف سي كرونيك وبعد كده هاجي اجيب سيره جلوبال جي معناها كل لو جلوميرولس افكتد يبقى كلها على بعضها افكتد سيجمنتال يبقى قطعه منها حته منها اللي افكتد يبقى عندي اربع حروف ايه اكتيف سي كرونيك وبعد كده السيجمنتال وجلوبال. طيب هنا الاكتف عباره عن ايه؟ ميزانجل بروليفريشن، احنا اتعودنا ان الميزانجم عباره عن 1 رو من الخلايا، هنا مالتيبل روز والميزانجم سيكنج يبقى ميزانجل بروليفريشن. الدكتور الباثولوجي بيقرا بيشوف عنده مثلا كام جلوميرولاس موجوده، لو الافكشن ده لاقل من 25% من الجلوميرولاي بميزانجل بروليفريشن هيدي 1. 25 ل 50 يبقى 2، فوق ال 50% يدي 3. ويبقى كده بجمع في الاخر سكور علشان لما نيجي نقول الاكتيفيتي انديس بتحسب ازاي. ده الليجن الثاني برضه عليه اكتيف اللي هو هالاين ليجن. الهالاين ليجن زينا دوائر لوب ابيرنس واضح جدا وده سكند كبيره جدا في البيزم برين عشان سب انسيلر ديبوزيشن واعتقد ان هي واضحه هنا وفيها هالاين ثرومبس. سو هالاين ثرومبس وسب انسيلر ديبوزيتس وار لو ثيكن بيزم برين كل الكلام ده اسمه اكتيف ليجن هالاين ليجنز.
وده طبعا بسبيشالست تيم موضح الفيبرين نيكروزس. يبقى ده نيكروزس، ده واحد من الفلوريد اكتيفيتي. انا عندي اثنين فلوريد اكتيفيتي، نيكروزس والسيلولار كريسنس. فالنيكروز ممكن يتمثل في فيبرين نيكروزس زي الصوره دي، او يتمثل في الحاجات المتكسره دي بنسميها كاريوريكسس. يبقى لما الاقي كاريوريكسس برضو موجود في اقل من 25% يبقى واحد، 25 ل 50% يبقى 2، فوق ال 50% يبقى 3، لكن هنا بضعف وبضربه في الاخر السكور اللي بلاقيه في 2. يبقى بضرب النيكروزس وبضرب بعد كده السيلولار كريسنس في 2. ده السيلولار كريسنس موجوده هنا دي الطفت، ودي هنا اللي موجوده كريسنس. يبقى ده اكتيف ليجن برضه بضرب في 2. هنا ده اكتيف ليجن، اكتيف ليجن بس هنا الليجن ايه؟ نيوتروفيل انفلتريشن. نيوتروفيل ده بنعرفها بالهايبر سيجمنتد نيوكليوي. يبقى ده نيوتروفيلك انفلتريشن. يبقى ده انا قلت لغايه دلوقتي خمسه اكتيف ليجن، خمسه اكتيف ليجن بالترتيب. قلنا ميزانجال بروليفريشن، قلنا هالاين ليجن، قلنا نيكروزس، سيلولار كريسنس، ونيوتروفيل انفلتريشن. ده كلهم within the glomerulus. اللي بره الجلوميرولس توبل انترستيشن انفلاميشن، الاقي الانترستيشن في انفلاماتوري سيلز. يبقى ده السته ليجنز اللي بيمثلوا الاكتيف ليجن اللي ببص عليها، ليجنز اللي بنبص عليها في الباثولوجي. الكرونيك ليجنز بتتمثل في سكلروز جلوميرولاي. ده الجلوميرولس كلها سكلروز، بتبقى جلوبال سكلروز. ده حته منها يبقى سيجمنتال سكلروز. يبقى ده اسمه كرونيك تشينجز او كرونيك ليجن. ده مش سيلولار كريسنس، ده فايبرس كريسنس. يبقى ده فايبرس كريسنس. يبقى ده تاني نقطه. بعد كده تيوبال اتروفي، تيوبلز بعيد عن بعضها وسند ودايليتد وملانا كاست، وفي انترستيشال فايبروز. يبقى ده كل ده كرونيك ليجن. يبقى كرونيك ليجن زي ما قلت في الاكتيف ليجن ميزانجيال بروليفريشن، هالاين ليجن، سولار كريسنس، نيكروزس، النيوتروفيل انفلتريشنز، انترستيشال انفلاميشن، الكرونيك ليجن بقولهم سكلروز جلوميرولاي، فايبروس كريسنس، توبال اتروفي، انترستيشال فايبروسس. وقلنا الباثولوجيست بيشوف ده اقل من 25% يبقى 1، 25 ل 50 2، اكتر من 50 3. وقلنا بيضاعف الليجن، وده هذكرها بعد كده في سلايد اللي هي بتاع السيلولار كريسنس ونيكروز. ف كلاس 3 وكلاس 4 اكوردنج للحروف اللي اتفقنا عليها، الاي اللي هي الاكتيف، والسي كرونيك، والسيجمنت اللي هي الاس، والجلوبال اللي هي الجي. كلاس 3 بتبقى ايه؟ يبقى لما اقول كلاس 3 معناها اقل من 50% من الجلوميرولاي افكتد ببروليفريتيف ليجنز وكلها اكتيف. طيب اكتيف وكرونيك كلاس 3 معناها اقل من 50% من الجلوميرولاي افكتد، والليجن اللي موجود شويه اكتيف وشويه كرونيك. كلاس 3 سي كله كرونيك، يبقى فوق اقل من 50% من الجلوميرولاي افكتد وكلها كرونيك ليجن سكلروزس كما قلت من قبل. بعد كده كرونيك كلاس 4، سوري كلاس 4 هنا بيزيد حرف الاس والجي، يبقى سيجمنتال اكتيف. ما اقول كلاس 4 سيجمنتال، اكتر من 50% من الجلوميرولاي افكتد بسيجمنتال اكتيف ليجنز، وبعدين جلوبال يبقى اكتر من 50% افكتد باكتيف ليجن جي اي، وبعد كده اس كلاس 4 اس اي وسي، يعني فيها اكتيف ليجن وكرونيك ليجن اكتر من 50% وسيجمنتال اكتر من 50% وجلوبال، يبقى كلاس 4 جي. A و C يبقى فيها active و chronic lesions. C يبقى class 4 S segmental chronic و class 4 global chronic. class 4 global و chronic أكتر من 50% والaffection كله global وكله chronic. لما سألنا الدكتورة منى دكتورة الباثولوجي طب الوقت إيه الفرق بينها وبين class 6 اللي هي السكلروز، طبعا class 6 دي بتبقى هي كل تقريبا البيوبسي عبارة عن سكلروزس و كرونيك تشينجز وجلوبال، فتبقى دي درجه اعلى شويه من كلاس 4، تبقى كلاس 6 عام. فده مثلا اكتر من 50 لغايه مثلا كام 80 ولا 90، الثاني يبقى اكتر من 90% من البايوس تبقى انديستيش كيدني ديزيز. لو جينا نبص للصوره ديت، الصوره دي من كتاب اللي هو الكومبرهنسيف طبعا الكرنت، هتلاقي كل الجلوميرولاي افكتد وكلها عباره عن بروليفريشن، يبقى ده ديفيوز بروليفريتس. بروفيسور هيلم ترينكي ده استاذ نيفروباثولوجي في جامعه هارفارد ودرجه من الناس الاعلام في هذا الفيلد، علمنا ان احنا نبص على اللو باور. اللو باور فائدتها ان بتقول لي العينه ديت سفشنت ولا انسفشنت، عدد الجلوميرولاي قد ايه. واحنا لو ركزنا في الجلوميرولاي هنا، الجلوميرولاي كل جلوميرولاس حواليها هالو، حواليها دايره زرقاء من الزرقاء. الزرقاء في البايوبسي يساوي انفلاميشن. لو خدناها بتكبير شوف الصوره عامله ازاي، ده طفت وفي الوت اوف نيكروزس وكمان سيلولار كريسنس بشعه لدرجه ان هي فرقعت البيزمنت البومن سبيس وبقت معاها الانترستيشن، فده فلوريد كريسنتك
فورم موجوده في عيان له كريسنس ثانيه اهيت زي ما انتم شايفين هنا كريسنس موجوده ومعاه نكروزس. لما جه يعمل امين فيروس الميكروسكوبي هيلاقي الفول هاوس باترن المعتاد اللي هو جراند بوزيشن من اي جي جي من اي جي اي من اي جي ام من سي 3 سي 1 كيو اند سو. يبقى كل الاميون جلوبولين موجوده في الـ في الـ في البايوبسي. كل الامين فيروس الميكروسكوبي بوزيتيف لكل شيء اسمه فول هاوس. على فكره ده مش سبيسيفيك لللوبس, ممكن الاقيه في البوست انفكشوس كيسز يعني, لكن هو بيديني بوينتس لان الدياجنوس في النهايه بيجتمع كلينيكال وسيرولوجي وهيستولوجي. الهيستولوجي لوحده مش كفايه. لما نيجي نبص على السلايد ديت, السلايد دي من اب تو ديت, هتلاقوا ان في اي جي جي لامب سموها لامبي ديبوزيتس موجوده. نيجي نبص الالكترون مايكروسكوب, ذيس از اي كلاسيك نورمال الكترون مايكروسكوب اكزامينشن اوف وان اوف ذا كابيلاري لوبس. لو جينا نبص ان ده اليومن, عشان كده في بليتلت هنايات, وده الاندوثيليوم البيزمبرين بطبقاته الثلاثه لامينار انترنا ودنسا واكسترنا, وبعدين الفود بروسس اللي هي الفيزرال ابسيال سيل ده البودوسايتس, وهنا اليورين سبيس. لما نيجي نشوف اللي بيحصل بقى في اللوبس, يشوفوا بقى اللي حصل سيكنج جامد او البيزمبرين. ولما نشوف سبب السيكنج هنلاقي في ديبوزيشن اللي هي الحرف الدي دي سب اندوثيليال ديبوزيتس اللي بتشير الى سيكند ميمبرين بسبب السب انسيال ديبوزيتس. يبقى لو ديبوزيتس هنا قريبه من الاندوثيليوم اسمها سب اندوثيليوم, لو تحت الفيزرا اللي هي بتبقى اسمها سب ابيثيليال. السب اندوثيليال دي بتبقى الكومن في كلاس 3 و4, لكن في كلاس 5 بيبقى سب ابيثيليال. هنا اهو سب ابيثيليال, يبقى ده ميمبرانس. وهتلاقي هنا المنظر بتاع السيلفر اللي بورين الهاني كوم ابيرنس, وممكن يبقى فيه سبايكس, يبقى ده. وهنا سب ابيثيليال ديبوزيتس مع كلاس 5 اللي هو الميمبرانس لوبس. نيجي بقى نشوف زي ما قلنا الاكتيفيتي وكروستي انس بنحسبها ازاي. قلنا لو اقل من 25% انفكشن يبقى 1, 25 ل 50 يبقى 2, اكتر من 50 3. الاكتيفيتي قلناهم تاني ونعيدهم تاني وتالت ورابع. ميزانجر بروليفريشن, هالاين ليجنز, سيركرسنس, نيكروسيس, نيتروفيل, انفلتريشن, ترانسيشن, انفلاميشن, يبقى 6 ايتم. عندي اثنين بيتضافوا اللي سبق وقلناهم السيركرسنس والنيكروسيس, مظبوط. ويبقى اذا التوتال سكور بتاعي يبقى من 24 الاكتيفيتي اندكس. كورونستي 4 ايتم, سكلروتيك جلوميرولاي, فايبروس كريسنس, اتروفيك تيبيول, انترستيشيال فايبروز. كل ايتم لو خد الماكسيمم بتاعه 3 في 4 ب 12 يبقى كورونستي على 12. ودي الطريقه ثانيه برضو على حسب برضو الجدول, وبعد اسدد الخانات ديت واملاها واشوف التوتال سكور في الاخر بيبقى معبر عن اللي بيحصل. زي ما قلنا ممكن يبقى في اذر ليجن زي الفاسكولار انفلاميشن في الفيزلز هنا او الفيبرين كروزز هنا, يبقى نخلي بالنا. ده زي ما قلنا مفيش جلوميرال ليجنز واضحه قوي في لايت مايكروسكوب اكزامينشن, لكن هنا التوبل انترستيشن فلتريشنز بانفلاماتوري سيل فده توبل انترستيشن لوبس, وهتلاقي التوبولز برضو واخده هنا بالاميون فيرس مايكروسكوبي. بيجي نقطه مهمه جدا في اللوبس باثولوجي, ايه مفهوم الانتي فوسفوليبيد نيفروباسي. يبقى ده مصطلح اسمه انتي فوسفوليبيد نيفروباسي اي بي سي ان اي بي اس ان. هنا بيبقى سيكند زي ما انتم شايفين كده دبل كنترول ابيرنس, معناها في هيلينج في السب انسيليوم, هنا في ثرومباي, والارو هيد هنا بتشير الى اريا من الكابلر انوريزم بنسميها ميزانجولايسيس, وهنا فيزل افكشن, هنا ريموديلينجز وسيكند ومالتي ليرنج, حتى ممكن توصل لارتستينوزس. يعني هنا في ارتستينوزس وده ناتج عن انتي فوسفوليبيد نيفروباسي, لان الارتري الاورطه هنا هيلسي ما فيش فيه اسيروما واضحه. يبقى النقطه كلينيكال ديسيجن ميكنج, نعمل بايوبسي ولا نعملش. ده كان بيج ديبيت زمان في المؤتمرات بتاعه الكلى, نعمل ولا نعملش. انا عندي سيروجي بقول لوبس والعين جايب بكلينيكال مانفيستيشن خلاص ما هو لوبس هيطلع ايه تاني. ايه فائده البايوبسي؟ البايوبسي مهمه لانها الوقت حاليا بقت سيف وكل الناس بتعملها ومتاحه في كل مكان, ولها بالبريكوشنز بتاعتها بناخدها وموروسي بيدينا معلومات مهمه جدا, بروفايدز انفورميشن اباوت ذا كلاس سيفيريتي اكتيفيتي اند كرونستي اوف رينال ديزيز. وبعدين الوقت حاليا كيديو فاينل كيديو جايد لاينز او الكرنت كيديو جايد لاينز في المانجمنت لوبس نيفرايز از كلاس اورينتد, يعني كلاس واحد ما بيدوش تريتمنت من ناحيه النيفرولوجي, بيسيبوه زي ما ماشي مع التخصصات الثانيه. كلاس 2 لو اقل من جرام بندي انتي بروتونوريك, لو اكتر من كده ممكن نعالجه على امينيمال تشينج. كلاس 3 و4 بنبدا بتو امين سبريسيف دراجز يوجوالي كورتيزون سيلسبت, وبعدين بنكمل بالمينتننس. كلاس 5 ده اديله 6 شهور اعالج البروتينوريا, لو ما فيش تحسن او في بروجريشن هادي من سبريشن ودي بتو دراجز برضه. كلاس 6 ما بتضيفش حاجه من النيفروجيسايد. سو الكلاس مبني عليه. وبعدين عندنا في البايوبسي الباثولوجي دايما بيبقى فيه ممكن يبقى فيه كلاس شيفت وكلاس دريفت. كلاس شيفت معناها ان الباثولوجي يتطور من كلاس لاخرى اعلى, وكلاس دريفت الكلاس الاقل يبقى الباثولوجي يتحسن.
وساعات ما بيبقاش في اكتيفيتي خالص كلينيكال، لكن اجي لا بايوبسي مهوجه بنسميها انفريتيك نفرايتس، يعني العيان مش جايب حاجه والبايوبسي مليان اكتيفيتي، يبقى البايوبسي هتوضح لنا ما العيان ده ديتوريتيك كيدني فانكشن عشان اكتيف ولا كرونيك ليجن، لان الاثنين هيجوا بكرياتين اعلى من اللي كان ماشي عليه العيان. وات هيلب ان جاين سيرب زي ما انا وضحت. المقاله دي بتوضح البايوبسي عموما في النفرولوجيست واحتياجه لها، وان بقى ان ممكن تبقى ليبرال لان السيفت بقت اعلى، وبناقشه في السيكتور من المقاله دي الانترفال بايوبسي لوبس نفرايتس، وبتوضح الكلام احنا قلناها. دي مقاله ريسنت اللي ببلش في سعودي جورنال اوف كيدني ديزيز، بتوري لما عملوا بيزل وبعد 6 شهور لعينين لوبس لقوا ان في البايوبسي بعد 6 شهور وضحت ان الكرونيك ليجن زادت سيجنيفيكانتلي. يعني يمكن هنا بذكر الرينال مانيفستيشنز، يعني نفروتك في 50% من الحالات، المايكرو هيماتوريا من 80%، ريد سيل كاست 10%، المايكرو هيماتوريا ده 1-2%، السويك كاست 30%، ريديوز رينال فانكشن 40-80%، رابل بروسف من 10-20%، اكوت كيد انجن 1-2%، الهايبرتنشن مخلصه 50%، الهايبركاليميا 15%، يبقى ده رينال مانيفستيشن. لكن هل يا ترى في كلينيكال باثولوجيكال ماتشنج محترم؟ الاجابه اجبت عليها الاستاديز كتيره. يمكن الباثولوجي اللي احنا بنستخدمه الاي اس ان ار بي اس كلاسز افادتنا كتير وحطنا على الطريق، لكن في النهايه ما فيش حاجه 100% والبروف. هنا كلاس في الباثولوجي اللي عملوه 80 حاله تقريبا في الاستاد ديت، كان اغلبه ما بين كلاس 3 وكلاس 4 لان هم الموست كومن انكاونترد كلاسز، وقارنوا بين كلاس 3 وكلاس 4 ولقوا ان الكرياتين الاعلى بقى مع كلاس 4 وكملوا الاستادي. هنا عجبني الاديتوريال كومنتس ده اللي بعنوان اي اس ان ار بي اس سنه 2003 كلاسيفيكيشن، اللي هو الانترناشونال سوسايتي اوف نيفرولوجي رينال باثولوجي سوسايتي كلاسيفيكيشن اوف لوبس نيفرايتس، تايم تو تيك ا لوك اون ذا اتشيفمنتس اند ليميتيشن اوف ذا سكيما. زي ما قلت ما فيش حاجه 100% بيرفكت، لكن هي ساعدتنا كتير جدا وما زال لها لكن اللي يؤخذ على هذه الكلاسيفيكيشن هي جلوميرولو سنتريك، مركزه قوي على جلوميرال افكشن، ما الرامن تيوب انترستيشن والفاسكولار كومبوننتس دي في غايه الاهميه وممكن تغير البروجنوزس. ذكروا الكلاس 4 سيجمنتال وجلوبال وقعدوا يقسموها زي ما قلت، لكن لا توجد دراسات توضح قيمه او سيجمنتال من جلوبال، الفرق مش واضح خالص. سالونا امبارح على حاله كانت بريجننت ولوبس، نعمل بايوبسي ولا نعملش بايوبسي؟ كانت الحاله متشخصه قبل كده لوبس نفرايتس وجايه مور بروتينوريا، فانا كان رايي ان احنا ديكلاين الايديا وبايوبسي، وخاصه ان هي مش هتفيد حاجه في المانجمنت. العينه كانت فوسفوليبيد نيجاتيف والانترو نيجاتيف، فبالتالي كل اللي عملته رفعت الاسترويد وطمنت الامران وكلوكس والهيدروكسيكلوريكين بتاخده وان تابعها كلوز فولو اب. لكن دي انا رجعت المقاله دي، لقيت المقاله دي اونلاين منشوره وبتناول 11 حاله اتعمل لها بايوبسيز اثناء البريجننسيز، وكانت يعني وصف دقيق لكل الحالات من الايج والجستيشنال ايج والريس والسيرم كرياتين والبروتينوريا والهيماتوريا والسيرولوجي والانتفوسوليبيد موجود ولا لا، والبرايو لوبس نفرايز دايجنوز موجود ولا لا. وبعدين بيوضح هنا ايه اللي تشينج ان تريتمنت بعد البايوبسي، زي ما موضح كده از ادد انيشالي، يعني ممكن نقرا هذه التفاصيل. والدليفري والاوتكم كان معقول جدا، وان البايوبسي فيزبل دورين بريجننسي. بس انا عاوز اقول حاجه، ان البايوبسي اثناء البريجننسي يس البريجننسي از نوت كونترا انديكيشن فور بايوبسي، بس لو هعمل بايوبسي لعيانه بريجننت اي شود هاف ذا بريكوشنز، اي شود هاف ذا اكسبيرينس ان دوينج بايوبسي ان ذيس سيتويشنز. طبعا لكن انا ممكن اعمل تريبنيشن بريجننسي لو في فلوريد كلينيكال برزنتيشن ورينال فيلير وسيفير بروتينوريا وانا خايف على المذر وعارف ان البريجننسي مش هيكتمل، ممكن انهي البريجننسي واعمل بايوبس واعمل تريتمنت اللوبس في هذه الاحوال. انهي البرزنتيشن ببعض النيو ابديتس ان ذا هيستوباثولوجي اوف لوبس نفرايتس، يمكن رينال جلايكوسفينجوليبيد ميتابوليزم ثبت انه ديسفانكشن في اللوبس نفرايتس، والاستادي بتوري هنا مثلا في كنترول ما فيش حاجه، وبعدين مع الكلاسس اللاكتوز سيلي سيراميد اند جلوكوسايل سيراميد اكسبريسد. يمكن ده برضو سلايد او استاذ احب برضو انوه اليها، اللي هي ديفيشنسي فايبروبلاست جروث فاكتور انديسبل 14 بريزرف فلتريشن بارير اند ميلوريت لوبس نفرايتس. يعني ايه الكلام ده؟ ده ريسبتور للتي ان اف وبيعملوا حاجه اسمها تويك، اللي هو تيومر نكروز فاكتور ويك انديسبل ابتوزس،
لو احنا هنا بصينا على السلايد دي الهيستو باثولوجي بوري الوايلد تايب اللي فيه لوبس نيفرايتس دام في الفران لوبس نيفرايتس موديل، وهنا نوك اوت للفايبروبلاست جروث فاكتور اندكس 14، وده الكنترول طبعا هو ذا بيست لان ما عندوش مشكله. النوك اوت قريب من الكنترول وسيجنيفيكانتلي افضل في من الوايلد تايب. الوايلد تايب فيه الباثولوجي، ممكن الباثولوجي هنا كاميزانجا بروليفريشن كابلاري هايبر سولاتي كريسنس هنا اني سمرايزد بشكل رقمي فنقدر نعرفه كويس قوي. يعني لو لاحظنا هنا نلاقي هنا الفايبروزس واضح في الترايكروم، الازرق ده كله فايبروزس في اللوبس ميورين باترن. هنا في النوك اوت الفايبروس اقل، وطبعا هنا يبقى اذا احنا لو وصلنا ان احنا نعمل بلوك لهذا الباثوي او نشوفه ممكن يبقى دليل بعد كده في المانجمنت ويرفاين المانجمنت في اللوبس نيفرايتس. انا في النهايه بشكركم على حسن الاستماع، ويمكن بنهي المحاضره دي بكلام الدكتوره هند اللي كتبته لنا عن مصر السنه اللي فاتت في كورس الهيمودايس كورس اللي بتقول فيها مصر الكنانه، ربنا يكملها معانا ومصر تنعم بكل خير والنيل يصدح فعلا طرب زي ما هي الدكتوره هند بتقول. وشكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.